أسأل الله العظيم أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح جناته. الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يا الله ترحمنا. الإنسان يعد لهذه القبور وهذا القبر، إما أن يكون شاهد لك أو شاهد عليك، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك. يا الله يا رب ان تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجميع أموات المسلمين يا رب العالمين. الله يا أيها الأحبة، الإنسان لابد أن يعد لهذا القبر. القبر أول منازل الآخرة. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكر عنده القبر يبكي، فقيل لماذا تبكي؟ قال لأن القبر أول منازل الآخرة. يا الله يا كم في المقابر وكم في هذه القبور، عاشوا من سنوات يؤملون مثل ما نؤمل ويتمنون مثل ما نتمنى، ولكن ذهبت بهم الدنيا وانقضت الأيام ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فرحمك ربي رحمك. نزلت مشوين عن المقبرة يا أخوي، حنا ما أدري شلون نخاف. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالموت واعظا. لابد أنك كأنه يتعظ هذا القلب. يعني صحنا نضحك ونستانس ونطلع وننبسط، ولكن لابد بين فترة وفترة يصير فيه موعظة لعل الله أن يرقق قلبي وقلبي.